We knew the world would not be the same. A few people laughed, a few people cried, most people were silent. I remember the line from the Hindu scripture the Bhagavad Gita. Dishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and to impress him, takes on his multi armed form and says Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose We all thought that one way or another. الكلام ده حكاه روبرت اوبنهايمر مدير مشروع مانهاتن اللي توصلوا فيه لاختراع القنبلة النووية يوم اختبار ترينيتي لما هو وآلاف العلماء اللي معاه شافوا بعنيهم نتيجة شغلهم لما تحولت القنبلة النووية من أرقام ومعادلات على السبورة لدمار مخيف وحقيقي عن اوبنهايمر أبو القنبلة النووية دي حدوتة النهاردة سنة 1938 قبل بداية الحرب العالمية الثانية بشهور اكتشف مجموعة من العلماء الانشطار النووي اتنين كيميائيين في برلين اسمهم أوتو هان وفريتس شراسمن جربوا انهم يقصفوا ذرات اليورانيوم بجسيمات اسمها النيوترونات فلاحظوا ان ذرات اليورانيوم اتقسمت لذرات اصغر منها فراحوا بعتوا النتايج دي لعلمة فيزياء اسمها ليز مايتنر وقريبها أوتو روبرت فريش واللي كانوا هربانين من ألمانيا النازية. مايتنر وفريش طوروا نظرية توصلوا بيها بالمختصر المفيد أو يعني لانشطار نواة ذرة اليورانيوم. النواة دي تبقى أكبر حاجة جوة الذرة ومن اسمها جت كلمة نووي أو نووية. لما ده بيحصل بتنتج كمية طاقة مهولة. المهم الاكتشاف ده اتنشر من هنا والدنيا اتقلبت العلماء في أوروبا خافوا من إن ألمانيا النازية كده تقدر تستخدم النظرية دي لإنتاج قنابل ذرية لحد معالم فيزياء أمريكي من أصل مجري اسمه ليو زيلارد كتب رسالة للرئيس الأمريكي روزفلت بيعبر فيها عن خوفه من إن ألمانيا دلوقتي تقدر تطور قنابل ذرية اللي هي قنابل شديدة القوة وخلى العالم الشهير ألبرت أينشتاين يوقع على الرسالة أول ما الرسالة وصلت روزفلت أصدر أوامره إن العلماء الأمريكان يتأكدوا من إن الألمان يقدروا فعلا يعملوا كده، وبمجرد التأكيد أصدر أمر تنفيذي بإنشاء مكتب البحث والتطوير العلمي، وابتدوا يجمعوا في اليورانيوم ويشتغلوا على موضوع تطوير قنبلة ذرية. في نفس الوقت كان في بريطانيا موضوع تطوير القنبلة الذرية ماشي بشكل أسرع، يعني في أوروبا في الوقت ده كان شغل الفيزياء متطور شوية عن أمريكا. المهم قلنا ان في بريطانيا كان الموضوع ماشي اسرع شويه والعلماء كانوا واصلين نتائج احسن بس المشكله ان المعلومات ما كانتش بتوصل بين العلماء كل حد كان شغال لوحده وده عطل كتير وضيع وقت اكتر في سنه 1941 كانت الحرب العالميه الثانيه شغاله بقالها سنتين تقريبا وإنت عملت فيديو قبل كده عن ملخص احداث الحرب العالميه الثانيه هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن المهم سنة 41 اتفق روزفلت مع وينستون تشرشل اللي كان رئيس وزراء بريطانيا وقتها على تبادل المعلومات بشأن الموضوعات الذرية بس برضو تبادل المعلومات ما كانش بالشكل الكافي لحاجة مهمة زي دي فقررت الإدارة الأمريكية إنها تعمل مشروع تجمع فيه كل الجهود في مكان واحد وبدأت بمكتب في منهاتن نيويورك وأكيد مش هيعلقوا يفتح المكتب مكتوب عليها مشروع القنبلة الذرية يعني مشاريع المقاولات دايما كانت بتتسمى باسم المنطقة اللي فيها الشغل فتسمى مشروع مقاطعة منهاتن وتخففت للاسم الشهير مشروع منهاتن وابتدوا بقى يدوروا على اماكن تنفع لاقامة المختبرات والمفاعلات النووية وتكون طبعا قريبة من مصدر مياه علشان المياه دي بتستخدم في تبريد المفاعلات النووية وكل الخطط المهمة دي كان ناقصهم بس تعيين مدير للمشروع الترشيحات كانت عبارة عن يعني قايمة من ألمع نجوم الفيزياء، خبرات طويلة، أبحاث هايلة، حاصلين على جوايز نوبل كمان إلا إن الاختيار في الأخر بيقع على الفيزيائي روبرت اوبنهايمر لتميزه في النوع ده من الأبحاث بالرغم من إن كان عليه مخاوف أمنية لإنه يعرف شيوعيين كتير منهم أخوه وزوجته وبنت كان مرتبط بيها زمان لكن بيطلع له تصريح وفي صيف سنة 1943 بيبتدي شغل كمدير للمشروع جوليوس روبرت أوبنهايمر اتولد في الولايات المتحدة الأمريكية لأسرة مهاجرة من ألمانيا والده كان مستورد ثري ووالدته كانت رسامة وكان عنده أخ أصغر منه اسمه فرانك أصبح هو كمان فيزيائي لما كبر التحق أوبنهايمر بجامعة هارفارد وتخصص في الكيمياء ودرس جنبها هندسة معمارية واللغة اليونانية وفن وأدب والتحق كده كمان ببرنامج مستقل لدراسة الفيزياء بعد تخرجه من هارفارد قرر إنه يسافر أوروبا عشان يدرس الفيزياء الحديثة واللي ما كانتش متاحة في أمريكا وقتها والتحق بجامعة كامبريدج في بريطانيا كطالب دراسات عليا وأثبت نفسه كنابغة في المجال ده بعدها التحق بجامعة جوتنجن في ألمانيا وحصل على رسالة الدكتوراه اللي أشرف عليها العالم الشهير ماكس بورن رجع أوبنهايمر لأمريكا واشتغل أستاذ للفيزياء النظرية واشتهر جدا بالذات فيما يخص الكوانتم فيزيكس أو فيزياء الكم زي ما حكينا أثناء الحرب العالمية الثانية ومع الخوف من إن الألمان يقدروا يطوروا قنابل ذرية وراحوا في أمريكا بقى اتعمل مشروع منهاتن السري اتعين اوبنهايمر كمدير المختبرات في لوس ألاموس في ولايه نيو مكسيكو الامريكيه مع فريق عمل ضخم جدا جدا بيتكون من اكتر من مية الف عالم بيقولوا من 100 ل 130 الف عالم العدد ده من العلماء باسرهم في مشروع المفروض ان هو سري جدا 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 طبعا الحوار ده كان مهمة صعبة قوي قوي أمنياً علشان أنتم مئة 130 ألف بني آدم بأسرهم كل دور المفروض إنهم هم ما يطلعش منهم سر من أهم أسرار التاريخ الحديث فكنتيجة لكده كان بيتم التضييق على العلماء في تبادل المعلومات ما بينهم الموضوع ده كان مضايق بنهايمر قوي وكان بيسعى لحرية تبادل المعلومات بقدر الإمكان وفي الآخر بتسمر جهوده وفي صباح يوم 16 يوليو 1945 بيتم عمل اختبار لأول سلاح نووي يصنعه البشر، ويختار اوبنهايمر للاختبار ده اسم ترينيتي. بيتم التفجير في صحراء نيو مكسيكو ويشوفوا العلماء بعينهم نتيجة شغلهم، ويطلع يحكي اوبنهايمر عن اليوم ده ويقول جملته الشهيرة المقتبسة من الثقافة الهندوسية اللي كان متأثر بيها جدا الآن أصبحت الموت مدمر العوالم بعد تجربة ترينيتي بأسابيع تقرر الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس هاري ترومان مع رفض الإمبراطورية اليابانية الاستسلام إنها تقصف مدينة هيروشيما في اليابان بالقنبلة الذرية اللي أطلقوا عليها اسم ليتل بوي أو الولد الصغير وثلاث أيام كمان يقصفوا مدينة ناجازاكي بقنبلة ذرية اسمها ذا فات مان أو الرجل البدين فحدث من أبشع ما ارتكبه البشر في حق بعضهم القنابل أثرت ما يقرب من 150 ل 200 ألف شخص في هيروشيما و80 ألف في نجازاكي نصهم توفوا مباشرة كنتيجة للتفجير والباقي متأثرين بالجروح والحروق الإشعاعية والصدمات والتسمم الإشعاعي غير حالات الوفاة بعد كده بسبب السرطانات نتيجة التعرض للإشعاعات الخارجة من أثر القنابل بعد تفجير نجازاكي بست أيام بتستسلم اليابان وفي وقت قليل بتنهزم دول المحور ويكسب الحلفاء الحرب. اتحكى ان اوبنهايمر قال للرئيس ترومان انه حاسس ان ايديه ملطخه بالدماء لكن ترومان رد عليه بانه لو في حد هتبقى ايديه ملطخه بالدماء فهيبقى انا. كان رد الاداره الامريكيه علي استخدام القنابل الذريه على المدنيين بان لو كان حصل غزو بري من الولايات المتحده على اليابان كان عدد الضحايا هيبقى اكتر بكتير جدا للجهتين فالقاء القنابل من وجهه نظرهم بالرغم من ان ضحاياها كانوا تقريبا 300 الف انسان الا ان ده حل ارحم بكتير من اي حاجه تاني على الناحية التانية دول المحور كانت بالفعل ابتدت تنهزم وإن طالت المدة أو أسرت كانوا في الآخر هيستسلموا على حسب رأي مؤرخين كتير قوي لكن القنابل للأسف هو اللي حصل سنة 1949 بيعلن الاتحاد السوفيتي عن إنتاج قنبلته الذرية الأولى وهنا الأمريكان بيتجننوا لكن لازم في رأيهم إنهم ينتجوا سلاح أقوى عشان يهدروا هم رقم واحد في العالم فبتطلب الإدارة الأمريكية من أوبنهايمر إنه يشتغل على مشروع جديد عشان بقى ينتجوا القنبلة الهيدروجينية بدون الدخول في تفاصيل القنبلة الهيدروجينية دي أقوى مئات المرات من القنبلة الذرية اللي استخدمت في هيروشيما ونجازات سلاح دمار شامل حرفيا بيرفض أوبنهايمر تماما إنه يشتغل في حاجة زي دي ورفضه ده هيؤدي لاعتبار أوبنهايمر جاسوس وتطلع بقى المعلومات القديمة بتاعة إنه يعرف شيوعيين ويتموه هو نفسه بالشيوعية ويتحقق معاه بواسطة لجنة من الكونجرس بتهمة التجسس لصالح السوفييت وتزيد بقى المضايقات ويتم منع وصول اي معلومه تخص المجهود النووي الامريكي لوبنهايمر ويتم سحب تصريحه وبعد ما كان بطل يتم تكريمه يكون سبب في انتصار الحلفاء في الحرب العالميه الثانيه اتحول لمنبوذ من حكومته متهم بالخيانه برغم عدم وجود اي ادله بتنجح الولايات المتحده فعلا في انتاج القبله الهيدروجينيه اللي رفض اوبنهايمر العمل عليها بعد كده بيشتغل هو كمدير لمعهد الدراسات المتقدمه خلفا لألبرت اينشتاين على فكره اينشتاين ابدى اعتراضه اكتر من مره على اللي حصل مع اوبنهايمر كان بيحترمه جدا اوبنهايمر كان مدخن شره طول عمره وده في النهايه ادى لاصابته بسرطان الحرجرة واللي اصبح للاسف سبب وفاته سنه 1967 على عمر 62 سنه ودي كانت قصة النهاردة أتمنى لكم كل السعادة وأشوفكم على خير